السلام عليكم ورحمة الله، دكتور خليل السالم معاكم، شكرا جزيلا على متابعة قناتي. إن شاء الله اليوم سنتحدث عن الضربات القطعية والرضية اللي ممكن أن تصيب العين. طبعا الضربة الرضية هي ضربة بجسم بلونت أو أملس، وبتكون بالعادة سرعة قوة الارتطام كبيرة جدا، بتأثر على العين ومحجر العين، مثلا بوكس او حتى كره ممكن تعمل لنا هاي المشاكل. الامر الاخر اللي هي الاصابات القطعيه. الاصابات القطعيه بالعاده بتكون بآلة حاده او لا سمح الله عيار ناري او ممكن حادث سياره. في حال وجود هاي المشكله امام عينك، اهم شيء اطمئن على المريض بشكل عام، شيء اسمه ABC، تاكد انه بتنفس كويس. إذا لقيته مثلا لا سمح الله ممدد على الأرض، حاول إنك أنت لا تحركه، بتتصل في 911 وهم إن شاء الله بيقدروا يساعدوه. طبعا في حالة عدم تنفسه أو إذا حاس إنه يعني بطل ريسبونسيف، يعني بطل يحكي معك، ممكن إنك أنت تبدأ اللي هو بسموه ماوث تو ماوث بريذنج، اللي هو تبدأ أنت تسعفه بأنك تعطيه أكسجين وتحاول أنك تعيد الحياة للقلب اللي توقف. طبعا بالنسبة للعين، نصيحة لله دائما وأبدا ما تحاول تفتح العين. هي كانت ضربة رضية، كانت ضربة قطعية، النصيحة ما تفتح العين ولا شيء. جيب مثلا شاش أو أي شيء ولزقها وانتهى موضوعها. حتى لو لقيت مسمار فيها، لو لقيت مسمار في العين خليه. طب ليش؟ جدا 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 اسهل علينا وانه احنا نشيل هذا المسمار او الجسم الغريب هذا، وبعدين نرممه بالطريقة الصحيحة من دون ان نخربط اللي هو التشريح تاع العين. طبعا المشكلة انه هذا المسمار لو انشد لبرا او لا سمح الله انت فتحت العين بشكل قوي، كل محتويات العين ممكن تطلع لبرا بس من فتحة عينك هاي. فانت هيك عميت البني ادم، خلص هذا بالنسبة لي لوست باتل، انتهى الموضوع، ما في مجال اني اساعده. فعشان نساعده، عشان تكون النتيجة ممتازة، اترك الامور زي ما هي ولا اشي، بس سكرها. تمام؟ اذا طبيب عام قل له عن جد لا تصيب، واذا بحب يعطيه مثلا مضاد حيوي بالوريد ويوديه على اقرب طبيب عيون متخصص في علاج الجروح القطعية والرضية للعين. والف سلامة عليكم، والحمد لله على سلامتكم، اهلا وسهلا فيكم.